الهم تحفى البارح بعد اليوم اشهد الشتا وانا قلبي مضيوم وخياتي وين جيت انا من ساداتي العفو باللي جانا والعفو يا بابا واش الحق يزول لقلوب كتابا الثولة في المعقول وحيدوها حيدوها حيدوها حيدوها. بونجور عليكم خلان فرنساوي. اهلا وسهلا ومرحبا. الملك عبد الحفيظ سنى واحد الوثيقه ديال الحمايه اللي تعتبر تنازل على الحكم ديال العائله العلويه. القرض العقاري والسياحي سرقت منه 800 مليار سنتيم، القرض الفلاحي 84 مليار، البنك الشعبي 3 ديال الملايير. دابا ولا التهديد ديالكم كلها بالاغتصاب، دار كله نظام مبني على الاغتصاب. ما نفكيش حتى نتفكوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. والمغاربه تعرفوا بان البرلمان تكلف الخزينه ديال الدوله ما قيمته 200 مليار سنتيم في كل ولايه في كل 5 سنين بمعدل 40 مليار سنتيم في العام، بمعنى 3 ديال المليار و330 مليون شهريا، بمعنى 111 مليون يوميا اللي كيكلفنا البرلمان. عي هاد 40 مليار سنتيم اللي كيتقام علينا عليها البرلمان في العام كفيله باش توفر 130 الف منصب شغل براتب ديال 3000 درهم، 60 الف ريال في الشهر. والبرلماني كيتخلص اكثر من 3 مليون و120 الف ريال معافاة من الضرائب، وزيادة على 3 مليون و120 الف ريال ف داخل البرلمان رئيس الفريق ورئيس اللجنة وعضو مكتب في الغرفة كيستافدوا زيادة على 3 مليون و120 الف ريال، كيستافدوا من تعويضات اضافية تقدر ب 140 الف ريال في الشهر اللي تخلي الخلصة ديالهم تتوصل يعني ل 4 مليون و 60 الف ريال في الشهر. عاد زيد عليها مليون و 160 الف ريال شهريا عاد تعويضات ديال اللباس باش يلبسوا لينا مزيان، مليون و 160 الف ريال في الشهر. زيد عليها تعويضات ديال السكن مليون ونص، عاد تعويضات ديال السكن شهريا، زيد عليها 100000 ريال شهريا تعويضات ديال الفراش ديال الدار، خصو كل شهر يبدل الفراش ديال الدار. 100000 ريال في الشهر تعويضات ديال التأتيت ديال الدار. وهاد التعويضات الاضافيه اللي تنتكلموا عليها دابا كما قلنا خاصة عيب رئيس الفريق ورئيس اللجنة وعضو في مكتب في الغرفة، فزيادة على التعويضات الخيالية كتحط تحت الخدمة ديالهم تتعطى لهم طنوبيلة من الطنوبيلات الممتازة جدا بالشيفور ديالها، وتتعطى لهم كويزيني وتخلصوا لهم الماء والضوء، حيت التعويضات قال لي تتعطيهم الدوله ما قدمش باش يخلصوا الماء والضوء. فاش تنجيو نحسبوا هاد التعويضات كامله تلقاو بان هاد العينه كتخلص ما يفوق على 8 ديال المليون شهريا اللي كتفوق حتى الخلصه ديال الوزير. وعاد البرلمانيين العاديين هادوك اللي كيتخلصوا 3 ديال المليون و120 الف ريال في الشهر عندهم بزاف ديال الامتيازات، من بينها 50% في الوطيلات كاملين ديال المغرب كيتنقلوا بالتران فابور،
وعندهم تخفيض ديال 60% بالتنقل بالطائره، وما يمشيوش في كلاس ايكونومي لا، تيمشيو في البريمي كلاس. وعاد الطامه الكبرى هي ان اي برلماني تيدخل البرلمان تتسلي الولايه ديالو، تيخرج بواحد لانتريت مدى الحياه، حتى مولا ماني دي امانته الا كان دوز عي ولايه وحده تعطيو 100000 ريال في الشهر مدى الحياه حتى يموت، الا كان دوز جوج الولايات تعطيوه 140000 ريال في الشهر مدى الحياه، الا كان دوز ثلاثه الولايات واكثر فكيعطيوه 180000 ريال في الشهر مدى الحياه، مليون قل 20. ودابا غادي نتكلموا على العمليه الانتخابيه براسها. فاش تنتكلموا على العمليه الانتخابيه تنتكلموا على جغرافيا التراب الوطني، فتلقاو بان كلشي مكلف به وزاره الداخليه اللي هي وزاره السياده، وزاره ديال الملك. دونك شكون اللي تيقسم الخريطه الانتخابيه؟ تيقسمها الملك. والمغاربه تيوصفوا هذه العمليه الانتخابيه بانها بهرجه فولكلوريه تيحتفل بها الملك والمخزن ديالو كل 5 سنين. واللي بغى يتعجب في هذا التقطيع الملكي يمكن له يشوف بعض الدوائر مثلا فيها ما يناهز 190000 نسمة، وكتقارنها ببعض الدوائر اللي فيها أقل من 10000 نسمة ولكن فيها نفس العدد ديال المقاعد. بمعنى يقدر واحد في واحد دائرة يصوتوا عليه 1000 واحد ويلقى راسو في البرلمان، ويقدر واحد في واحد دائرة واحدة أخرى يصوتوا عليه 50 ولا 60 ألف ويسقط وما يدوش وما يدخلش للبرلمان. فهنا تنتكلموا على تكافؤ الفرص. المسألة الثانية هي العروبية والمجال البدوي. فما يتعجب تشي مغربي، اللي تعجب التفلة، ما تعجبوش اللي لقيتو أكبر نسبة ديال المشاركة في الانتخابات هي من طرف العروبية مساكن اللي ساكنين في البادية. علاش؟ لحقاش منطقة خصبة للتزوير المخزني، لحقاش ما كاينش مراقبين وما كاينش وعي سياسي عند الساكنة. ولذلك تلقاو في بعض الدوائر تلقاهم تخلطوا المجال القروي مع المجال الحضاري باش الى وقع شي مشكل في التزوير ما عرفناش نزوروا مزيان في المجال الحضاري تيعاونوا بصحاب العروبية مساكن، تيقادوا الملح مع المسوس يدوزوا اللي بغاو. كتقول لنا وزارة الداخلية في 2007 بأنها خسرت 50 مليار سنتيم على الحملة الانتخابية. اللي هذا 50 مليار سنتيم كفيلة باش تخلق 150000 منصب شغل براتب معدله 60000 ريال في الشهر. كتخسر هذه الدولة من فلوس دافع الضرائب في الغيطة والطبلة والوصلات الإشهارية للبهرجة الفولكلورية التي تسمى في المغرب انتخابات. ولا جيتي تقلب على هذه 50 مليار سنتيم فين تخسرات، تلقاها بأنها تعويضات للعمال والولاة والبشوات ديال الملك والشيوخ والمقدمين. طبعا التعويضات ديال العمال والولاة والبشوات والقياد والقياد الممتازين تتكون بالملايين، والتعويضات ديال الموظفين الصغار تتكون 200 درهم 100 درهم في النهار. ومن بعد هاد البهرجة وهاد هاد الشوهة كاملة وهاد التبهديله، غادي يخرج لينا شي وزير اول معين من طرف الملك، وغادي يقول لنا بانه غادي يطبق البرنامج والتعليمات ديال الملك. ف علاش منظمين علينا هاد الانتخابات وعلاش خاسرين لينا هاد الملاير؟ والملك راه مسير البلاد بلا هاد الانتخابات. بلاتي نشوفوا شكون اللي مسير البلاد. شنو هو الدور ديال العميل في المغرب؟ شنو هي السلطات اللي معطيه للعميل؟ تنهضروا على السلطات التنفيذيه. شنو هي السلطات اللي معطيه للوالي في المغرب؟ تنهضروا على السلطات التنفيذيه. شنو هي السلطات اللي معطيه للباشا؟ شنو هي السلطات اللي عند القائد الممتاز والقائد والشيخ والمقدم؟ شنو ما الصلاحيات اللي معطيه لهم؟ شنو ما السلطات اللي عندهم؟ اللي هما كلهم ديال الملك.
عامل صاحب الجلالة، والي صاحب الجلالة، باشا صاحب الجلالة، وحتى السفراء عندنا في المغرب كاع الدول المحترمة تيقولوا سفير، سفير تونس، سفير مصر، حنا الجلالة، حنا عندنا كلشي ديال صاحب الجلالة. فالسلطة التشريعية شنو هو الدور ديالها إذا كانت السلطة التنفيذية في يد الملك؟ وحتى السلطة التشريعية براسها، السلطة التشريعية براسها كلها مو مخزنة، كلها كتطلع على طريق المخزن من التقطيع الانتخابي حتى الوصول ديك القبة اللي كيمشيو ليها الناس باش يترفحوا وباش يكذبوا. وما نساوش بأن البرلمانيين كانوا تيطالبوا بالزيادة، شوف شحال الزيادة كانوا تيطالبوا بها، كانوا تيطالبوا بجوج ديال المليون زيادة، قال لك اسيدي 3,120,000 ريال ما كافيهمش، كانوا تيطالبوا بجوج ديال المليون زيادة، بعدا أخدين ورد تمات الزيادة زادوهم في الخلصة ديالهم 6,000 درهم، 120,000 ريال، واتضح على أن البرلمان فيه 570 موظف منهم عي 50 اللي خدامين فعليا، و 520 اشباح فيهم اساتذه جامعيين، فيهم اولاد وزراء، فيهم اولاد سياسيين، اولاد امناء ديال الاحزاب، 520 كيتخلصوا الزبابل ديال الفلوس، ما كيحطوش كاع رجليهم، اي اشباح ما حطاش كاع رجليهم في البرلمان، وفيهم اللي عايش في الخارج مده طويله والخلصة تدوز للبنكة طبعا، منين؟ من جيوب ديال دافع الضرائب. عاد اللي بغى شي برلماني يمشي للخارج في شي مهمه فتتعطى له تعويضات 120,000 ريال يوميا ارجونت بوش باش يشري الزريعه من جيوب دافع الضرائب. التجارب الانتخابيه من 1963 مرورا بالتناوب الممنوح ديال 98 الى انتخابات ديال 2007 كلها كانت انتخابات مزوره بشهاده المخزن براسو. والجميل فيها هو ان كل مره تطلع لنا الملك وتيقول لك راه الانتخابات الجايه غادا تكون نزيهه وشفافه. محمد السادس 2002 قال لك انا هو الضامن للشفافيه والنزاهه ديال الانتخابات، وكانت فيها تشفاط وتقمرت وتزوير بالعلالي. ناض عاوتاني في 2007 قال لك انا هو الضامن، وما كان نسى بانه راه الشعب ما بقاش تيثق فيه، راه ولا تيعتبرو كذاب تيكذب، فقال لنا عاوتاني هو الضامن وما مشالوش البشر، مشات عي 10% اللي مشى تصوت، ومع ذلك وبهذيك 10% وزوروا ونفخوا وكذبوا وداروا اللي بغاو. هاد الثلاثيه ديال الحكم والسياده والقدسيه في المغرب هي اللي تتخلي السلطه في المغرب متداخله، وتتخلي العمليه السياسيه مهمشه وما عندهاش شي قيمه. ولفضح هاد البرهرجة الفولكلورية ديال الكذب والبهتان كيتشرفوا مغاربة الخارج بأن تنسيقية 20 فبراير بهولندا غادا تنظم واحد الندوة صحفية بالتنسيق مع الائتلاف العالمي لدعم حركة 20 فبراير بالخارج، غادي ينظموا هذه الندوه الصحفيه في مدينه لاهاي في قاعه الصحافه بالبرلمان الهولندي يوم 11 في شهر 11 من 2011 مع 11 ديال النهار ديال الصباح. ودائما نفس التنسيقيه ديال 20 فبراير بهولندا بتنسيق مع الائتلاف العالمي اللي دعم حركه 20 فبراير بالخارج، غادي ينظم وقفة أمام السفارة المغربية في لاهاي مع جوج ديال العشية نهار 19 في شهر 11 من 2011. والتنسيقية ديال 20 فبراير ببلجيكا بتنسيق مع الائتلاف العالمي لدعم حركة 20 فبراير بالخارج
غادي نضم وقفة أمام البورصة في بروكسل يوم 20 شهر 11 من 2011 في بلجيكا باش يفضح هاد البهرجة ديال الكذب والبهتان المسمات انتخابات مغربية. هاد البهرجة الفولكلورية للكذب والبهتان التي تسمى بانتخابات تتنظم في عهد جديد وفي دستور جديد، دستور اللي تمنح السلطة للشبيحة الملكية باش تقتل الأبرياء. بهذه المناسبة تنترحموا على شهداء الحركة اللي تقتلوا مؤخرا سي حميد الكنوني والسي محمد بودروة والسي كمال الحساني. وفضل نفس الدستور تعذب مؤخرا هذا الأسبوع هذا السي محمد حاجيب واحد العذاب لأقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه جريمة ضد الإنسانية. وفضل نفس الدستور الجديد تغتصب الناس في تلال جوج في مكناس، ومن مور ما تغتصبوا عاودوا تغتصبوا وعاودوا تغتصبوا عاودوا تعذبوا. وفضل الدستور الجديد هجمات الشبيحة الملكية نهار 23 أكتوبر بزراويطها وبعتادها وبسلاحها على الأبرياء اللي خارجين يقولوا للظلم، فإذا بالظلم يأتي برجليه باش يقول لهم ها أنا دا. فما زلنا كنشوفوا التفعيل ديال الدستور الجديد، والأيام القليلة القادمة غادي نشوفوا عاوتاني التفعيل ديال الدستور الجديد فاش غنشوفوا الشبيحة الملكية اللي مكلفة بالتصوير كيفاش غادا تخرج للزناقي وكيفاش غادني كيفاش غادني يديروا البهرجة. غالبا غادي يجيبوا لنا نفس الأفارقة اللي جابوهم في الحملة على الاستفتاء ديال الدستور ديال العبيد، ربما يجيبوا نفس الأفارقة ولا ربما غادي يجيبوا لنا شي جنس جديد يعاونهم في هذه الحملة هذه على هاد البهرجة الفولكلورية للكذب والبهتان. لا دق عليكم شي واحد في الدار ولا بان لكم شي وصلة إشهارية في التلفزيون ولا شي وصلة إشهارية في الشوارع ديال المدن المغربية باش تمشيو تصوتوا في انتخابات، خصكم تعرفوا بأنه هاد الإنسان اللي كيقول لكم سيروا تصوتوا فراه باغي ترفه على داركم، باغي يأمن المستقبل ديالو وديال ولادو وديال تريكتو ومرتو وحبابو وناسو. وقبل ما نقول لكم بسلامة غادي نقول لكم بأن الملك غادي يخطب غدا بمناسبة المسيرة الخضراء، غادي يدير واحد الخطاب مقدس وما غاديش يهضر لينا على الأرامل والأولاد ديال الناس اللي شاركوا في المسيرة الخضراء وماتوا وعايشين عيش الدبانة في البطانة دابا. وتحية عالية جدا جدا الأعضاء ديال الائتلاف العالمي لدعم حركة 20 فبراير بالخارج، حفظكم الله ورعاكم من سم المخزن ودمتم في حفظ الله ورعايته.